إذن هذا للناس اللي يستنوا في الكارثة تاع البلاد، جزائريين، جزائريين في الجنسية، ونهار كامل هما يتنبؤوا. إلا جات الموجة الرابعة كي إيطاليا، يعني منظرين. منين يخسر عليك على الستة تاع العشية راه مع صحابه والكاس يدور، ويديروا يديروا حكومة، يقلعوا حكومة، يقضوا على الناس. هذه لازم نقضيوا عليها جماعة. دولتنا أقوى من هذا الشيء. اليوم نشوف جريدة وشفتوها أنتوما في الصفحة الأولى ألايون لحية لحشمة، كأنهم ينتموا إلى شعب آخر إلى دولة أخرى، يوريك لي زيتاجير فارغين، وقال لي بيني أكي بروفيت لي بينيري. واش الجزائر وصلت لي زيتاجير فيت؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. الانتقاد البناء مرحبا به، حنا النادي والشعب والمواطن والإطارات باش ينتقدوا الانتقاد البناء باش نصلح أوضاعنا. أما باش نقضي على المعنويات تاع الجزائريات والجزائريين اللي في كل القطاعات، أنا نقول الأطباء تاعنا من أحسن الأطباء في العالم، وراني نقولها ماهيش باش بروفوكاري سيدون سونس دي بوال. اليوم الأطباء تاعنا اللي راهم لاجئين في أوروبا يعتبروهم أنهم من الأحسن والأفضل. إذن نرفعوا رؤوسنا شوية، واش حنا كاع لا شيء ولا واش في الدنيا هذه؟ نتأثروا صح، ولكن نأثروا حنا ثاني. عندنا منظومة نحترمها، أدات ما عليها، نصلحها باش يفوت المرحلة الأخرى. اليوم ناسيين، شوف المقارنة يجيبوا لك غير وبعض الجرائد يحوسوا غير على النقطة السوداء، ولو يكتبها جريدة اللي عندها صفحة في دولة من الدول يخرجوها كمعيار كمقياس. المنظومة الصحية نتاعنا والرجال اللي خدموا في الصحة، وما ننساش ناس كيما شولي، كيما بروفيسور شولي، كيما جماعة أخرى، ما ننساهمش. وصلوا، شوفوا المؤشرات اللي تخليك تتنفس أحسن وتخليك تفتخر بوطنك. أيام الاستقلال في 62 63 كان ليسبيرونس دو في 54 سنة. احنا ودولة أخرى احنا تقدمنا، اليوم ليسبيرونس دو في pour les femmes elle est de 78 ans et pour les hommes elle est de 76. شوف من 54 76 78 ولا واحد يذكرها، بينما ناس اخرين اللي استقلوا قبلنا مازالوا يتراوحوا في ليسبيرونس دو في 54 ans ولا واحد يقولها. هذا معناه باللي المنظومة الصحية نتاعنا والمستوى المعيشي والمستوى يعني نتاع الجزائريين يعني فرق كبير من بداية الاستقلال إلى يومنا هذا. حتى السكن يأثر والتغذية تأثر والكذا تأثر. ما الشيء اللي بغيت نقول لكم، ماناش الأحسن ولا الأفضل في العالم، ولكن ماناش حنا تاني الحتلة تاع العالم. حنا عندنا مميزاتنا، عندنا نقاط قوة وعندنا نقاط ضعف. طبعا ننميو نقاط الضعف تاعنا ونزيد نحافظوا على نقاط القوة تاعنا. واش اللي يجي يكسر قال المنظومة هذه ما تسواش، قال هذه ما تسواش، قال هذه ما تسواش؟ صرا لنا كي الغراب جيت مشى مشيت الحمام تلف مشيتو. اتفق معاكم اليوم مجهودات كبيرة مبذولة. ما عندناش المشكل في الجزائر، المشكل في مش الا في القطاع الطبي، كل القطاعات هي الصيانه. اتفق معكم نبني مرافق يعني تقام عشرات الملايير، تلقاها 10 سنين بعد 5 سنين من بعد يعني في حاله يرتلاها، ما كانش صيانه.
عندنا دي رياكتور نيكليير بالنسبه لا لوت انتي كونسير. عندنا 7 ولا 8 ومازال نديروا ان شاء الله تاع الجلفة يكون اكبر منهم كل باش يكون جهوي. ولكن الصيانه ما كانش، التكوين ما كانش الى اخره. ودائما دائما علاش المنظومه الصحيه نتاعنا طموح نتاع الاطباء والطموح نتاع المسيرين يختاروا دائما ما هو احسن في العالم. هذاك علاش خلى التجهيزات نتاعنا من التجهيزات المخيره في العالم. اذا انا ماشي معاكم ان شاء الله في التوصيات نتاعكم ان شاء الله، معا نرفع من مستوى قطاع الصحه نتاعنا ونتكفل بالركيزه الاساسيه والثروه الاساسيه للجزائر اللي هي الرجل والمراه.